راشد الماجد يعلن عن موعد نزول ألبومه مسامير حصريا على نتفليكس. دكتورة يومي أشغلت حتى البحر. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. تعرفون ايش اكثر سؤال اختلف فيه العلماء واحتار فيه فلاسفة اليونان؟ سؤال يعتبر لغز كوني عند جبابرة الاغريق. السؤال هو: متى موعد طرح البوم راشد الماجد؟ الى متى ونحتري؟ هالسؤال من كثر ما صار سؤال صعب حتى محرك البحث جوجل يعلق إذا كتبت فيه السؤال. مو مصدقين؟ هذاني قدامكم ببحث متى موعد طرح ألبوم راشد الماجد. صدقني أنا لو أعرف أقول لك، أنا ذات نفسي مش عارف. لا 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 جد، اتكلم من 2014 وراشد الماجد يقول الالبوم قريبا. 2014 ما شفنا شيء، 2015 ما شفنا شيء، 2016 برضو ما شفنا شيء، 2017 اكيد ما شفنا شيء. خلاص عاد ما خلنا نتكلم نسولف. وجات سنة 2018 ددم، راشد الماجد نزل تغريدة وكتب فيها: ابشروا بالألبوم قادم قريب وأتمنى ينال على إعجابكم. والله وكيلكم، وصلنا 2021 ولا شفنا أي ألبوم. مرت سنة وأنا انتظر، ومرت سنة والوصلنا يما صار. شو مشاريعك في 2020؟ في ألبوم، مشروع ألبوم. مرت سنة مجامل الغالي خبر ودارت على حبي. والحين نبشركم وبشكل حصري، أبو طلال أعلن عن موعد نزول ألبومه. أبو كل اللي يقوله لك كذب، صدقت لك مرة أنا وكذب. ما علينا. أقول لكم، راشد في حفلته الأخيرة بالرياض أعلن عن موعد نزول ألبومه. إيش توعد جمهورك الفترة القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله في ألبوم على عيد الحج بإذن الله، لكن الجمهور كان اليوم أحسن من راح. شكرا لك يا أبو طلال، يعطيك العافية. صراحة ما أدري أتحمس على الإعلان هذا ولا. أكثر من قال كلمة ألبوم، لكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شفنا أي ألبوم. متى يا أخي متى؟ دخلك أنت تحشر نفسك دايم. الألبوم في عيد الأضحى إن شاء المولى. إيش؟ حتى عبد المجيد عبد الله بينزل ألبوم في عيد الأضحى؟ معقول؟ يعني راشد وعبد المجيد بنفس الوقت؟ يعني اعتقادي انه قسمة ونصيب وقدر يعني. فما تدري. الف الف مبروك، اليوم 1 يوليو انعرض المسلسل الكرتوني السعودي محافظة مسامير على منصة نتفليكس العالمية. يا اخي شيء جميل، مسامير شفناه في 2011 كعمل يوتيوبي، وبرضو شفناه كفيلم في شاشات السينما عام 2020، واليوم انتقل للعالمية. المنافسة خلاص انتقلت لمستوى آخر، الحين مسامير جنب بريكنج باد ولكاسا دي بابيل وغيرها من أعمال موجودة على منصة نتفليكس. باختصار، مسامير هو ميكي ماوس حقنا، واللي حننتقل من خلاله إلى العالمية. قل قسم، أصفق لك يعني ولا إيش؟ هاك 5 ريال وتوكل على الله.
كويس على الاقل 5. دكتورة يومي جت السعودية مرة ثانية، بس مو هذه سالفتنا. سالفتنا انه يقال بانها كسرت الرقم القياسي لتكرار كلمة بحر في جملة واحدة. برافو عليك، ايش هذا ما شاء الله. اخر رقم قياسي كان 8 كلمات، خلينا نشوف جابت التاسعة ولا لا. ما جايبة شي معي تياب السبور، وجايبة كل شي تياب للبحر، لانه كلهم قالوا لي بحر جدة حيعجبك يومي، لانه ان بعرفك انت بتحب البحر. يعني انتو بتعرفوا انا كل ويك اند لازم روح البحر، انا عندي عشق لشي اسمه بحر، عشان هيك قاعدة حد البحر، فبترتاح نفسيتي هيك، حتى بحس براحة نفسية بس كون قاعدة حد البحر. فجايبة كلها تياب بحر، والفتيات طلعت هيك قلت افا 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 افا، وين التاسعة؟ كم باقي واحدة؟ ما عم بنزل على البحر، بس هيك بنزل بقى. تسعة تسعة. ما عندك سالفة تقولينها، مو لازم تصورين. بحر 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 بحر. وهذه كانت أخبار المشاهير والسوشيال ميديا. لا تنسون تشتركون في برنامجنا وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية.